في سابقة منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر مسيرة داعمة للانتخابات الرئاسية في شوارع العاصمة، منددة بقرارات البرلمان الأوروبي شارك فيها مواطنون قدموا من مختلف الولايات. نقول لا ولم ولن نسمح لأي تدخل أجنبي مهما كانت صفته للتدخل في الشؤون الجزائرية. نحل مشاكلنا بنفسنا ونحن قادرين على حل، واليوم 12 ديسمبر سيكون الحل إن شاء الله برئيس منتخب شرعي. مسيرة دعا لها اتحاد العمال جابت مختلف شوارع العاصمة اعترضتها أصوات معارضة ما تسبب في حدوث بعض المناوشات. هذه الانتخابات لو كانت تجرى ديجا لا بليبار تاع المواطنين عبالهم شكون الرئيس، انت انتخابات عبالك شكون الرئيس، اسمك انتخابات ماشي شفافه من البدايه يا خويا. انا ماشي هذاكش في المسيره هذه اولا، ثانيا انا ضد انتخابات تاع 12 ديسمبر، ثالثا نرفض رفضا قاطعا التدخل الاجنبي في الجزائر. توافق الجزائريون حول رفض اي تدخل خارجي في حلحلة الازمه السياسيه، في حين انقسموا حول الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين وحول مخرجة الأزمة في البلاد. هناك مؤيدون لهذه الانتخابات سيخرجون في مسيرات تؤكد على أن هناك نسبة مشاركة معقولة وفق رؤية النظام وقابلة لهذه الانتخابات. وبين تصعيد الرافضين وخروج المؤيدين في مسيرات داعمة للانتخابات، دعا قائد أركان الجيش الجزائريين لاختيار رئيسهم مؤكدا عدم انحياز المؤسسة العسكرية لأي مرشح في الانتخابات. فريد رشدي، الحدث، الجزائر.